طيب انا اللي هسألك سؤال زيه، انا مندهش لما قالوا لي هتلاعب الكابتن ابراهيم حمدتو، فقلت طيب هل في زوايا معينه ليه عشان اديها له الكوره؟ طب هيرمي السيرف ازاي؟ ازاي هيبدا بالكوره؟ انت خليتني يعني مش منبهر وانا بلعب، انا قدام قامه كبيره قوي بتلاعبني. بس هو السؤال ازاي بعد الحادثه اللي حصلت لك تفكر في لعبة لا يمكن حد يلعبها في ظروفك؟ انت بتعند؟ هو حاجة زي كده يعني، هي البداية كلها جت عن طريق كلمة، والكلمة انا حطيتها في دماغي قولي الحادثة حصل سنة 83 وانت عندك 10 سنين. 10 سنين كملت تعليم؟ كملت، خدت ثانوية أزهرية. ثانوية أزهرية اشتغلت؟ اتعينت في التربيه والتعليم بنسبه 5%. وده كمان لازم نحيي الدوله على ان في يعني، والنسبه دي يا استاذ محمد ما تبقاش 5 بس، والخمسه كمان اللي موجودين يشتغلوا مش يقعدوا في البيت وياخدوا مرتب زي ما قلنا في المسرحيه. بالظبط صح، انهم يشتغلوا وياخدوا مرتب وهي دي متعتهم طبعا. ازاي جات لك فكره تنس طاولة وتبقى بطل عالمي وهتلعب في 2016 في بطولة عالمية؟ الفكرة جت ان انا كنت بحكم ماتش لاصدقائي، ف بتحكم بس بحكم، حفظت قانون اللعبة، حبيت اللعبة فحفظت القانون بتاعها، فبحكم ماتش لاصدقائي فاختلفوا على بونت، فقلت البونت من حق فلان، فرد عليا وقال لي انت تتكلم على حاجة تقدر تمارسها. قال له لا ما تحكمش كده، تتكلم على حاجة تقدر تمارسها كما لو كان هو متأكد انه عمره ما هيمارسها. فحطيت الكلمة في دماغي، وبعدها بفترة حاولت ان انا امسك المضرب تحت دراعي كده مرة واتنين وفشلت، جربت تاني وفشلت تاني، ماسك المضرب في يوم تحت باطي كده وخلاص، يئست ورايح احط المضرب على الطاولة فبمسكه ببقي كده، ففضلت ماسك المضرب ببقي فترة، فقلت أكيد طب ما أنا أجرب ببقي، وجربت وأنا ماسك المضرب ببقي، وعمي كمال الله يرحمه رفع لي الكورة لفوق كده فنطقت بيها أول مرة، فخلاص دي البداية، دي كانت البداية. بعديها بقى تاني يوم بالليل رحت برضو مركز الشباب، قسمت الترابيزة دي بتتقسم جزئين، خدت الجزء منها وحطيته جنب الحيطة وبدأت ألاعب نفسي على الحيطة. الكرة راحت بعيد، فكنت انا لابس شبشب، فرحت عشان اجيب الكرة، فاخدت الكرة كده برجلي وبحطها على الطاولة، وقعت تاني فبرفعها فوق على الطاولة فلقيت الكرة بتروح، فاخدت الكرة تاني ورفعتها في خط مستقيم لقيتها فوق، ومن هنا بدأت فكرة الإرسال. بدأت بعدها بفترة، طبعا فضلت فترة طويلة ألعب في السر محدش يعرف حاجة، بعديها بفترة أعلنت إن أنا بلعب تنس طاولة، وكانت أول مباراة بالنسبة لي قدام الناس كلها في مركز شباب كفر سعد بلد، مع الشخص اللي قال لي أنت تتكلم في حاجة تقدر تمارسها، والحمد لله رب العالمين كسبته في اليوم ده. كابتن إبراهيم حمدتو متزوج وعندك أبناء؟ عندي زوجة فاضلة، هي صاحبة فضل كبير عليا جدا جدا جدا، قصة حب الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، أهلها كانوا رافضين إبراهيم عشان خاطر إعاقته، ولكن الحمد لله كانوا رافضين، والحمد لله رب العالمين. النهاردة يمكن والدتها الله يرحمها قبل ما تتوفى قالت أنا ما خلفتش غير إبراهيم، إبراهيم ابني مش جوز بنتي. زي الفيلم اللي عرضناه بتاع نيكولاس اللي هو ما قدرش يمسك ايد حبيبته او مراته، فقال جملة جميلة، قال اقدر المس قلبها او امسك قلبها، امسك قلبها بقلبي. انت بتمسك قلبها بقلبك؟ لا، انا مش قلبها، انا قلبها وعينها والدنيا كلها بالنسبة لها، وهي نفس الطريقة.